البرنامج الاجتماعي والبرنامج الحضاري. حقيقة نحن في ظل سعينا المتواصل الاقتصادي واضح الآن دستور الفكرة واللقاء أن يكون لقاء حواري تفاعلي مع الصحفيين والكتاب في محافظة رام الله والبيرة، لقاء نقترب فيه من الصحفيين ويقتربون منا أكثر فأكثر، للدردشة حول موقف الحزب من أبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية. حزب التحرير هو حزب سياسي عالمي، مبدأه الإسلام وعمله السياسة، ويقوم على فكرة ضرورة أن تنهض الأمة على أساس الإسلام الصرف بظل دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة. في كل البلاد التي يعمل فيها الحزب يأتمر فيها بأمر أمير واحد، الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة، هو أمير الحزب في كل بلاد المسلمين وحيثما وجد الحزب، يعمل بشكل دؤوب في بلاد المسلمين من أجل التمكن من إيصال الإسلام إلى سدة الحكم، ومن ثم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إحقاق كل ما يجب إحقاقه، ومن ضمنه تحرير فلسطين وباقي بلاد المسلمين المحتلة. ففلسطين كما العراق كما أفغانستان كما كثير من بلاد المسلمين المحتلة والمغتصبة لا يمكن أن نتصور لها حلا عمليا وواقعيا بدون أن يوجد كيان للمسلمين يدافع عن أعراضهم، يدافع عن بلادهم، يطرد مستعمريهم ويقتص لمغتصبيهم. بالحقيقة نحن رؤيتنا إلى قضية فلسطين هي رؤية شاملة، بمعنى أن لا ننصرف لبحث جزئيات وتفاصيل تصرف عن أصل القضية وجوهر القضية. جوهر قضية فلسطين أنها أرض إسلامية اغتصبت من قبل يهود، وأن هذه البلاد يجب أن تعود لسلطان الإسلام والمسلمين، وهذا لا يكون إلا بما يسمى مشروع التحرير. فهذا التحرير لا يحتاج إلى جهود بسيطة ولا يحتاج إلى أعمال فردية، وإنما يحتاج إلى جهود دولية تتمثل في جهاد الجيوش، جيوش الأمة الإسلامية لتحرير هذه الأرض، إما أن تتحرك الآن وإما أن تتحرك بعد أن نقيم دولة الخلافة لنحرر هذه الأرض المباركة. الصحيح إحنا عندنا إشكالية، وهذه إشكالية شرعية أساسها شرعي، بمعنى أنه الحكم الشرعي في الانخراط في الحياة السياسية التي حتى في ظل عدم وجود احتلال، وليس فقط في ظل عدم وجود احتلال، الحياة السياسية المنضبطة بالمفاهيم والحضارة الديمقراطية والعلمانية هذه تتناقض مع الإسلام، بالتالي لا يمكن أن يجد الإسلام الصافي له مكانا في هذه الحياة السياسية. ونحن بقناعتنا نحن نمثل الإسلام الصافي من منابعه ومن أصوله من أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لا يتصور أن ننخرط في الحياة السياسية العملية في ممارسة رعاية شؤون الناس وفق الأنظمة الحالية، ولكننا نمارس الحياة السياسية بمحاسبة الحكام ومحاسبة الأنظمة على تقصيرها وتعديها وتجنيها، بضرورة أن تعيد السلطان إلى أهله وهو المسلمون لينتخبوا ويختاروا وينصبوا عليهم خليفة يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه. لكن في الدور العملي والفعلي، التجسيد العملي، لا يمكن أن تراه كثمرة من ثمرات جهود حزب التحرير إلا في ظل دولة خلافة. أما في ظل الأنظمة القائمة الحالية فنحن لسنا كباقي الحركات التي تقبل التعايش مع الكفر، التي تقبل التعايش مع الأنظمة العلمانية، التي تقبل التعايش مع الأنظمة العميلة للغرب. نحن نريد أن يكون السلطان للأمة فقط والسيادة للشرع فقط. بتقدير تعبير كان دقيق، وهو نعم هو انقسام سياسي جغرافي وليس انقسام شعبي أو انقسام أممي. الانقسام هو على مستوى الفصائل والحركات، وبتقديرهم لا يعبرون عن أهل فلسطين. فالانقسام بين حركتي فتح وحماس والضفة وغزة بناء على هذه الأطر السياسية بتقديري لا يمثل أهل فلسطين، فلا يوجد انقسام على مستوى ما يسمى بالشعب الفلسطيني، بل نحن كل واحد وجزء من هذه الأمة العظيمة، بل لا يوجد حقيقة تفرق بين المسلمين في فلسطين وبين باقي المسلمين في بلاد العالم. لذلك نحن ضد ونقف في وجه كل المشاريع التي تحاول أن تجذر هذا الانقسام ليتحول إلى انقسام فكري وانقسام شعبي، بالإضافة إلى كونه انقسام سياسي وجغرافي.
وندعو المسلمين إلى التوحد وإلى ضرورة الاصطفاف في صف واحد وفق رؤية واحدة، وهي الرؤية الشرعية والإسلامية لكل القضايا ومنها قضية فلسطين. بالحقيقة المعيق الأبرز في فلسطين وفي غير فلسطين من بلاد المسلمين هي الأنظمة الحاكمة. الأنظمة الحاكمة تقف لنا بالمرصاد، تزداد يعني شدة بين الفينة والأخرى بناء على إملاءات وبناء على ولاءات للاستعمار. فهذه الأنظمة تكره أن ترى المسلمين يتطلعون إلى يوم يتحررون فيه من ربقة الاستعمار، تكره أن تراهم يخرجون من بوتقة هذا النظام العالم المجرم، لذلك هي تحاربنا بكل ما أوتيت من قوة ضمن قدراتها وضمن الظروف السياسية المواتية لها أو المتاحة. كما كنا في البداية باركنا هذه الثورات، فهي ثورات مباركة خرجت تطالب بحقوق مسلوبة للأمة الإسلامية، خرجت على حكام طغاة لابد من إزالتهم ولابد من إزالة أنظمتهم. ونحن ندعو كل الثوار ومنهم ثوار الشام إلى ضرورة أن يكملوا المشوار نحو إقامة دولة إسلامية، دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة، وأن لا يقبلوا بالحلول الوسط، وأن لا يقبلوا بتغيير رموز أو أشكال أو شخصيات دون التغيير الجوهري والحقيقي للنظام المتمثل في أركانه وفي رموزه وفي مبدئه الذي يطبق.